خبروك معلمينك من عامر الباشا قبل ما تغلط وتعلق معهم؟ خبروك؟ أنا عامر الباشا. بصماتك صاروا على المسدس. هلا صرتي بأمان. هلا صرتي بأمان. أنا عملت كتير أشياء بشعة بحياتي، بشعة كتير، بشعة وصعبة كتير، بس اللي عملته اليوم كان أصعب شيء بعمله بحياتي كلها. طلعي فيني طرح، طلعي فيني. خلص كل شيء، خلصنا. مع اختك خليها تروح تجيب شادي، وبعدين سامي بيروح بجيبه المساء. احكي معه. فرح طلع فيني. طلع فيني. انا كل شيء عم بعمله مشانك. كل شيء عم بعمله لاني خايف عليكي. عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ احكي مع اختك. احكي مع اختك. احكي مع اختك. احكي مع اختك. طلع فيني. اصحي. اصحي فرح. نور، أنا مريضة شوي، بدي إياك تقطعي على الشهادي وتجيبي من الجردوري. هلا بقول له لسامي يقطع عليكم بالليل. باي. اللي صار بتنسيه. ما تخلي حدا يحس بأي شيء غريب.
ولا اي شيء. خصوصا سامي. شدي حالك فرح. ولا تخافي. اللي بيحميك هلا انه صرتي متورطه بجريمه قتل. لا تخافي. انا لازم امشي، ما عاد فيني اقعد اكثر من هيك. فيك تهدي لحالك؟ خلي تليفونك جنبك، رح احكيكي كل شوي. انا كل شي عم بعمله مشانك، مشان احافظ عليكي، مشان ما يصير لك اي شي. انا بموت فيكي، بموت فيكي. فرح، انا كنت عم بحكي مع سامي هلا، هو بطريقه لعندك. اوعك تخليه يشك بشي، ها؟ اوعك. قولي له انك تعبانه، بدك تقربي، قولي له اي شيء. بس تقدري حكيني. اوعك تخليه يشك، ها؟ العشاء جاهز. تسلموا ايديك. الله يسلمك. نام بالسيارة. أنت منيحة؟ بعرف شو صار لي بالنادي اليوم، تعبت كثير. ما قدرت روح شي من الجاردوري. أصلاً ما بعرف كيف سقت لهون. كيف حاسي هلا؟ أحسن شوي، أخذت دواء ونمت وكرب فيه ما بين شي. إن شاء الله خير. بس أنت قلت لي إنه الطلاق كان قراركم أنتوا الاثنين. وقراره أكثر ما هو قراري. رغم كل شيء حكيت لك اياه، يعني انا بمطرح كنت عم فكر بريم اكثر ما هي عم تفكر فيها. ما بعرف شو صار. هي كيف عرفت انك عم تشوف حدا؟ يمكن حست من حديثي اني مرتاح ومبسوط. والباقي بتعرفي، انت بتعرفي كيف عقل المراه ببلش يشتغل ويحلل ويركب. بس هيك؟ بس هيك؟ شو بدها اكثر؟ بيكفي تفوت على الفيسبوك تبعي وتشوف قد ايه عملي لايك على صوري. وساعتها بتبلش تعمل تحرياتها. شكلها رح تبدا تضغط عليك ببنتك. واتصل جد. شو هيدا؟ هيدا ملف في اسماء مشتبهين، عندهم مبررات كافيه تيتخلصوا من عامر باشا. في بيناتهم اسماء كثير كبيره. شكرا. شو؟ كيف صرتي؟ احسن.
أنا ما كان بدي أزعجك بهذا الوقت، بس ما لقيت حالي إلا دقيت لك. على كل حال قاعدة ما عم بعمل شيء كنت. يمكن حسيت إني اشتقت لك. بعرف مش لازم أقول هالكلمة، لهيك اعتبريني ما قلت شيء. شو عبي لك تشرب؟ شاي. مش هيك اتفقنا على التليفون؟ بدي أسألك سؤال. ليه لما كنت مضايقة بين كل الناس ما دقيتي غير لألي أنا؟ لأ أنا بعد عندي حدا؟ بس معك حق، ما بعرف ليه دقيت لك لألك. أنا كثير برتاح لما أكون معك. يمكن أنت ذات الشيء؟ ما بعرف، يمكن. معك حق، معك حق إنك تضيعي. أكيد بكون عم تسألي حالي كذا شو بده مني و... مزبوط. أنا كمان بسأل حالي إنه عن جد ما عاد عم بعرف شو بدي أفكر. شو رأيك ما نحكي بشي؟ كيفك لينا؟ منيحة، أنت كيفك؟ ماشي الحال، بس أنا صار لي يومين مخنوق وضيق خلقي. مش عم بحكي غير مع الشغيلة بالعمار والدهان والبلاط ما بعرف. ما ضيق خلقي، عبالي هيك أحكي مع حدا هيك حديث عادي. طيب إذا بدك مر منشرب شاي، أنا سهرانة. أوكي. ايش باي. جاد بعدك هون؟ ليه ما رحت على البيت؟ يلا شوي رايح. بيني وبينك سكر راسي، ما عدت عم شوف بعيوني. طلع معي هالمطيئة هيدي. يعطيك ألف عافية، روح على البيت ارتاح وخلص الليلة. صباح رباح. هيك حيصير. صباح خير. وانت من أهله. مع أنه هو حكالي قد هو تعيس بزواجه وما كان مبسوط، بس أنا خايفة، يعني خايفة يكون عم يستغل علاقتي فيه بس لحتى يجاكر مرته ويخليها تغار وتصير بدها ترجع له. لينا اسمعيني كثير منيح، انت مرة حلوة وجذابة وذكية، وإذا عامر ما كان مقدر هذا الشيء ما بصير تسمحي له يأثر على ثقتك بحالك بأي علاقة جاية. تمام.
بتعرف شو سامي؟ يمكن أنا يمكن ما لازم أسألك كل هاي الأسئلة. يمكن صار لازم أخذ أنا القرار. معك حق. صار لازم ناخذ القرار. شوفي أوراقي هالمس إيه؟ من وين أنا بدي أجيب صورة عائلية هلا قديمة؟ طيب ليه ما بتقولي لي غير البروجي؟ شو عرفني يعني حيوانات، دجاج، ربيع، شو أي شيء يعني غير البروجي؟ طيب ليكي هلا ما تسرحي لي راسي، هلا بحاول قد ما فيني لاقي صور وبرجع بحكيكي. اللي انا بعلمكم اياها انه نضل هيك سوا. ليه منك مركز اليوم؟ شو في؟ ليه مش مركز؟ بعتذر. نام؟ ايه نام. اليوم أول مرة بحياتي ما عدت أعرف روز فيها. بتشوف كيف كانوا عم يطلعوا فيي الشباب والصبايا. بتصير بتصير. ما تحمليها كثير. وافقت على المشروع تبع دبي؟ لا بعد. وافق علي سامي، خلينا نروح نبلش حياة جديدة هونيك أنا وياك وشادي. مش قادر آخذ قرار. كنت عم فاكر انه بركي بتكون فرصة جديدة لإلنا تنبلش علاقتنا من جديد. انت برأيك مشاكلنا رح تنحل بدبي؟ شو؟ يوم كنت عم فاكر انه صار لك سنة ايه مع هالكنبية. أنا ما عودة نام لحالي، تاخد فاضي بليك. بعدني نام على الميلة تبعي. ميلتك فاضية. ما كنت عم شوف اللي عم بخسره. ما بدي أخسرك. خلينا نعطي بعض فرصة جديدة محل بعيد من هون، بعيد عن كل المشاكل. فرح لا ما بعرف إذا رح يمشي الحال. خلينا نجرب على القليلة. ألو ألو مين؟ الهيئة مسحتي رقمي من عندك. حابب إيدك. هاي فؤاد.
شو مشغولة؟ شوي أنا بالمكتب، قلي في شيء؟ لا 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 ما في شيء، بس اليوم طلع معي صورة أنا وياكي لما كنت صغيرة. عليك مشتاقة تيجي على الضيعة؟ بلا مشتاقة. شو رأيك تيجي بالعطلة تزوريني؟ ما بعرف إذا بقدر. نور ما ضل إلنا بالدنيا غير بعض. بشوفه وبرد عليك خبر. طيب أنا عم استنى منك تليفون. تبقى حالك. اوكي باي. هو الكونترايت مترجمين وفي كوبي على ايميلك كمان. حط عيون عندك. بدك مني شي تاني؟ طمنيني كيف الأستاذ جاد؟ منيح بيسلم عليك. هلا بشرفك. بدك تصاحبي، بدك تظهري، اعملي يلي بدك اياه، انت حرة. بس ما لقيتي غير ظابط. انت من شو خايف؟ مع اساس اللي عم تعمله نظيف، شغل نظيف وبس تهرب ضريبة مش أكتر؟ أول شيء أنا ماني خايف، وشغلي أكيد نظيف ومثل التلج قلتلك، بس مش معناتها أنه منصاحب الشرطة القضائية. أول شيء أنا ماني مصاحبة، جاد رفيقي مش أكتر. تاني شيء أنت ما خصك. غلطانة؟ أنا اللي خصني. وطالما أنه مصرياتي بعدهم باسمك، خصني وكتير. اسمعي شو بدي قلك. إذا بعرف كلمة طلعت من تمك، لسانك بدي قصه. شو بك؟ بدي مصاري. شو بدك بالمصاري؟ ما هي كريمة وعرسها بعد يومين. ما حدا غيري رح يتجوزها. بيا بده مصاري وانت بدك تعطيني هن. عاساس انه انا يعني فتح لك هون جمعية خيرية ولا بنك لعن جا معي مصاري لاكل؟ لك كذاب كذاب، معك مصاري اعطيك يا رحمي بختك. خلص يا حمار. بدي شو خلص؟ بدي مصاري، بدي مصاري. وحياة الله رايح اقول للشرطة انك انت وقعت خي قصتها حصن. ايه على اساس رح يصدقوك الشرطة؟ ما رح يعتبروا انه انت واحد هبيلة. انت قتلت خيي وانا رحت جلدت معك، رح دم خيي قاتل بسببك. بدك مصاري. هلا صار خيك وصرت تحبه. بدي ما خصك اذا بتحبه. سلم لعله، سلم ما خصك. يلا 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 شو طلع برا. عمى بقلبك واحد هبيلة بتحملك هالسنين. مشغول شي؟ أهلين سامي.
فوت فوت، اجيت بوقتك. مش عامر عندك موعد مع وكيل فتح الكهرباء بعد نص ساعة. أجليل بكرة. تشرب قهوة؟ ايه بشرب. بس بيكون صار على الطريق. فهمت. وأنا قلت لك أجليل بكرة. ماشي. بالإذن عفوا. سادة أنت ها؟ ايه سادة. بعت لي اثنين سادة. شو القصة؟ مش على بعضك مبين. لا مو موضوع مالي على بعضي، بس داخلي من الشغل ومشاكل الشغل. بسيطة. أنت شو أخبارك؟ منيحة ومش منيحة. بلش لي بالمنيحة. فرحة مغيرة كتير. يعني عم تحاول ترجع الأمور مثل ما كانت. ممتاز، هاي خبرية بتجنن. برافو. إيه. وشي المنيح؟ هي مش قصة مش منيحة، بس أنا بدي أترك الشغل. ليش بدك تترك الشغل هون؟ صاير شيء أنا ما بعرفه. لا أبداً، بالعكس أنا كتير مبسوط هون، بس بصراحة أنا إجيني عرض كتير مهم بدبي. يعني أنت بدك تترك الشغل هون لأنه إجاك عرض مهم بدبي؟ أنا ما رح أسألك عن العرض لأنه أكيد مهم. أكيد مهم. بس أنا بدي أقول لك شيء، إنه يا ترى محرزة إنه تترك هون شغلك ببلدك، تترك بيتك وتروح تتغرب، وشغلك هون كتير منيح، وأنت بتعرف يعني إنه نحن لسه عنا مشاريع كتير كبيرة لقدام. أنا هلا سامي ما عم بحكي يعني كصاحب شركة، أنا عم بحكي كرفيق. بعرف والله، بعرف هالشي. بس فرح كمان حب إنها تسافر. أنت بتعرف هيدا بلد جديد، يمكن تكون بداية جديدة لعلاقتنا. ما بعرف سامي شو بدي أقولك، بس أنا برأيي إنه لازم تفكر كتير كتير منيح قبل ما تعمل هاي الخطوة. كتير منيح. صراحة ما في عندي وقت، لازم من هلأ لآخر الشهر كون ضاب أغراض وماشي. شهر؟ ما بعرف شو بدي أقولك. عن جد ما بعرف شو بدي أقولك. العكس، أنا اللي بدي أقولك شكراً على كل شيء عملته معي. أنا مش بس كسبت فرصة كتير مهمة بالشغل، أنا كسبت رفيق وأخ. يمكن لو عندي خي ما كان رح يكون مثلك. وأنا كمان سامي انبسطت كتير أنا طبعاً بتعاملنا مع بعض وبشغلنا مع بعض. بكل الأحوال أنا ما بتمنى لك إلا كل الخير. موفق بشغلك الجديد، وطبعاً فيك تعتبر إنه مكانك هون عنا بالشركة محفوظ إنت ما بتحب. موفق. بكير. كان عندي موعد مع جامعة المول، اتفقت انا اليوم مش الحال. عم تحكي جد؟ مبروك حياتي. حضري حالك، يلا جمعة الجاي انا وياك وشادي طالعين على دبي. ما قلت لي انه فرح وسامي مسافرين؟ سامي وفرح مسافرين؟ ما بعرف. مر علي سامي قال بده يترك الشغل. طالعين على دبي. مسافرين على طول يعني؟ معقول؟ غريب، ما خبرتني مع انه حكيتها امبارح لحتى اعزمهم على العشاء، ما جابت لي سيرة ابدا. امتى جايين؟ مو جايين، اعتذرت. قالت لي انه عم تتعب كثير بين الشغل ومع شادي، عم توصل لاخر نهار فارطه.
بس أنا كثير مستغربة إنه ما جابت لي سيري. لا مش هيك، بس كل شيء صار بسرعة وسامي كان بعد منه آخذ قرار. إيه بركي بس خلص من النادي بقطع لعندك ونحكي شوي. بدك تسافري انت وسامي؟ ايه بدي اسافر. ونحن؟ انا شو؟ انت شو؟ ده عندك حياتك، مرتك، ابنك، شغلك، الله يخلي لك اياهم. تركني صلح لي باقي من حياتي. صلحي اللي بدك اياه بحياتك فرح. صلحي شو ما بدك. بس خليكي معي. هين عليك تحكي هالحكي. بس أنا تدمرت حياتي. بنفس الوقت أنت ما تغير شيء بحياتك. صرت وحدة مجرمة من وراك. وجبت منك ولد حيضل كسرني لآخر يوم من عمري. كل شي بيتصلح. كل شي رح يتصلح. عمر اسمعني كتير منيح. صار وقت تخلص هالقصة بيناتنا. فرح، أنا وأنتي صار طريقنا واحد. طريقنا واحد. صرنا مربوطين بألف حبل مع بعض، يعني صعب ينطعوا. عشان هيك بدي سافر وانسى كل شي اللي صار بيناتنا، خاصة آخر فترة. بدي اياك تعمل نفس الشي، نسي كل شي ونسينا ليلى. رح بعيد عنك فترة لترتاحي. أعطي حالك شوية وقت فرح. فكري كتير منيح، كتير منيح. حكيني لما تروقي. ناطر تليفونك. يعني لو ما يكمشوا مخفر المنطقة كان عمل مجزرة بعائلة البنت، كانت مصيبة كبيرة. كيفك نور؟ ما أعرف شو بدي أقول لك، العمر لقلك. إيه إيه كمشناه. أنت مين خبرك؟ هذا سامي عم بخبرني إنه أخوه لفرح انقتل. طول ما هالجريمة رح تضل بدون حل، رح تضل تجيب مصايب. سامي كان يحبك، ما هيك؟ ما بعرف شو بدي سمي اللي صار، بس لا، انا وسامي تقربنا كثير من بعض بعد الحادثة، وبعدين هو صار في عنده شوية مشاعر، ف بالنهاية فهم انه مو ظابطة نكون سوا. انت ليش عم تسأل؟ من فترة طلب يشوفني وسألني إذا في شي بيناتنا. شكله خايف عليكي مني. إيه لا تزعل منه. سامي كتير حدا حباب وظريف وقلبه طيب. بعدين هو شخص عاطفي، يعني بيتصرف هيك بدون ما يفكر. وعلى فكرة مو بس هو خايف منك، أنا كمان خايفة منك شوي. خايفة مني أنا؟ والله أنا كمان حباب وظريف والله. ايه صرفهم كلهم يورو. كلهم حولهم.
ماشي، مع السلامة. مادموازيل نور، قلت لي تمرق لعندك قبل ما تستلم مكتبها. يا اهلا وسهلا. بونجور. بونجور، كيفك نور؟ ايش الحال، انت كيفك؟ انا كثير مبسوط اني شفتك هلا. انا كمان. ان شاء الله تنبسطي معنا هون بالشارع. هاي. هاي. هلا. اهلا اهلا، مين في هون؟ كيفك؟ ايش الحال، انت كيف؟ طمنيني، كيف هالماما؟ بتسلم عليك. الله يسلمك. اليوم اول يوم لنور عنا بالشركه. بتنوري. ميرسي. وصليها على مكتبها. تفضل. بالاذن. ان شاء الله بتكوني مبسوطه، اذنك معك، تفضلي. ميرسي. اكيد رح تنبسط اكيد. لك شو هاي؟ متحليه كثير. اسمعها، انت ما بتخلي شيء يمر من قدامك الا بدك تلوشه يعني؟ هي خط احمر. ومن المفروض انا اقول لك هذا الشيء انت لازم تعرفه. مزبوط ولا مو مزبوط؟ بعدين انتوا قرايبين. ايه اكيد مزبوط واكيد قرايب، بس قرايب كثير بعاد. بعدين اكيد ما عندي مصلحه. وفي قصه بيي والوصيه، قال لي الله يرحمه قبل ما يموت. ليك يا كريم، اذا بدك تتزعرن، تزعرن وين ما كان، الا بالبنيه اللي ساكن فيها ومع القرايب. الوالد هيك قال لك، حكيم الله يرحمه. الله يرحمه، بس ما زبطت معه، لأنه بدايات الزعرنة يا صديقي بلشت بهالتنين. يعني هيك بدك تتركيني؟ على مين بدي نق أنا هلأ؟ ماني تركتك، منضل على اتصال بين بعض، دبي أبداً منا بعيدة، يا أنت بتجي لعندي يا أنا بروح لعندك. ما بعرف هالنادي كيف بده يمشي من بعدي. ليه هالقد عطلانة هم؟ أكيد حيمشي. ليكي غادي، كثير مبسوطين فيه تلاميذ. رح أشتاق لك كثير. وأنا كمان حأشتاق لك. مساء الخير. مساء الخير. رجعي ضبي كل شيء محله. ضب التيب الغزين وضب الشنطة. ليه؟ عامر الباشا عرض علي تنفيذ مشروع كتير كبير على البحر، وأنا وافقت.